ما قلنا نحن بدنا نشيل اي شيء بيعمل كومبريسيون، يعني اي شيء ممكن يضغط ايد. هلا هون بالنسبه للكم، بالنسبه لايد اخذت من شهر ساعه، بالنسبه للكم هو الكم هلا هون فليكسيبل ما بيأثر، منه مأثر ابدا على التنسون. اكيد الساعه بنشيلها، بليز تشيل الساعه. نو نحن قلنا في البو، البو ارتيريال بيكون عندنا الشريان بيمرق بين بنوزع بتوسع على الملتين، لكن هون اكثر نبض، احسن نبض انه نقدر نلقط. ما تفتحي هالقد شوي صغيره، اكثر مطرح ممكن انه نلاقي النبض. نحن بنفوت التنسيومتر، فوتي ايدي هيك، فوت التنسيومتر، بنشوف هون محل بريشر، محل ما بينفخ الانفليتبل باك برما منشف. هلا صارت هون البريشر على مستوى الارتير. هلا قد ما فينا الافضل انه نعلي 2 سنتي ونص من محل الشريان. هلا البراتيك اللي عم نعملها هلا الايام على طول العالم بتضطر على العجله انه يحط نزلوا القاف ويحطوا الديافراك تحت القاف، بس هو الاصول انه نعلي من البو 2 سنتي ونص ونحط الديافرام. كيف منقيس؟ اكيد عندكم المانومتر والجونفلبل بول. بصي على هاي الشغله ما فرقت، حطيناها هاي فوق هون نحن ضغطنا، شو فرقت؟ صعبه. لا هي لانه انت بس تضغطي ضغط تحت عم تضغطي الشريان، انا بدي تضغطي من فوق لينفذ الشريان اقدر اسمعه. يعني انا اذا في حال ضغطت هون على الشريان، الشريان صار مخفي. هيك عم بيعملوا، بس هي طريقه غلط. بتحطي انت استيتو تحت القاف وعم تضغطي الشريان. انا بهمني بس علي اضغط من فوق الشريان ينفض ويبين نبضه اكثر منه. لكن برجع بحط استيتو على مستوى الشريان لانه هون عند البو براكيال اخذناه. المانومتر نرجع منعلقه على الكاف، هو في طريقة انه يتعلق بكون تقريبا على مستوى القلب. وهلا بالنسبة لستيتو انا باخد وباخد هيدي البومب، بكون اول شيء مأمني اني فتحتها وكل شيء منفس، وهو المانومتر على الزيرو لانه بده يكون مسفرة كل شيء. برجع ببرمة